اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عرب برضو. النهارده هنكمل درافت اللي كنا بدأناه اخر مره. ده التيم بتاعنا ما غيرناش في اي حاجه، احنا بنلعب درافت. فاحنا كسبنا اول ماتشين، اول ماتش كان الواد عمل ليف جيم، وتاني ماتش برضو الواد عمل ليف جيم. معنى التيم كويس يعني، مش فشيخ للدرجات دي يعني. ما عندناش دكه، احنا عندنا بس امبابي هو اللي بينزله، كمان ما عندناش حد تاني يعني. يلا بينا نخش ثالث ماتش في درافت. ثالث ماتش في درافت يا جماعه، اول ماتش في فيديو النهارده. الواد عنده ياشين ده في الجون، روز، مصطفي، كوسيلني، ووكر، وان سووتش، بوجبا ان فورم، مكانتي تيم اوف ذا يير، ماشي، سانشيز، ويليان، سانشيز ان فورم، ويليان ان فورم، ديلي علي، وبيلعب بكوتينيو سترايكر بس اكيد هيطلعه ويظبط. بس هو عند مين على الدكه؟ عنده بقى بونوتشي، لوريس، دانيلو، جيمس رودريجيز، خوازرازو، نيمار، وكريستيانو رونالدو. لا الواد ده فرقته حلوه قوي 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 الصراحه يعني. عنده رونالدو ونيمار وسانشيز. ايه يا نجم النجوم. الواد شكله من النوع اللي بيقعد يرقص على الكوره. طيب تعالى بس كده يا فالنسيا، يا سانشيز انت خد لك كتف من فالنسيا نام. يلا يا بوجبا، هجمه مرتده ما شاء الله. بيل فاتح الانجن، وبيل مزفلط، وبيل ما زفلطش. ودي يا بيل. ايوه يا بيل اسخن كده معانا، ماشي حلو. الواد عنده ياشين ده لابس له برنيطه في الجول. رونالدو نزل، رونالدو ونيمار والشله كلها. يبقى كده نازلين رونالدو ونيمار وبونوتشي، ماشي. طيب حبيبي الواد وداني في داهيه، الواد عبيط، الواد طلع انت والله العظيم ما دوست اي حاجه، والله العظيم ما دوست حاجه يعني. انا ما اعرفش هو عمل كده من دماغه ليه الصراحه يعني. اوبا، ايوه ودي جول. بيل يا جماعه، بيل يقول له بالحب، قول له بالحب يا بيل، يا بالحب، بالحب يا كابتن. 1-0 ماشي. موريل فتح المحرك، موريل، بيل، ودي. يا عيني يا ابني، يا عيني يا ابني، والله العظيم الواد ده اتسوح خالص يا جماعه، الواد ده اتسوح تسويحه وحشه قوي بصراحه يعني. اديله واحد بالحب يا بيل، قول له بالحب يا كوتش، اقسم بالله بالحب. ايوه دخيه، ايوه دخيه يا راجل، يا راجل ازاي، هو ازاي عم ياسين، تاج ياسين ده بيصد. ايوه هي دي، هي دي، هي دي بقى. ايوه لا ده بونوتشي ده، ابعد عنه، ماشي تروحه تاني كده. يا نهار اسود، انا اتغبيت، كان المفروض اشوطها واخلص بقى. ايه طب والنسبه للواد اللي اتشال ده، ايه طيب عادي كده يعني. والله الجون ده يعني الهجمه دي حلوه قوي يعني، مش لده بيل يعني. طب ايه ازاي يعني، هو ازاي ياسين، تاج ياسين صد الكوره دي؟ معلش لا والله، هو فعلا ازاي؟ انا عايز اعمل فاول دلوقتي، انا فعلا عايز اعمل فاول، انا متعصب دلوقتي. تعالى بقى رونالدو كده. طب استنى رونالدو شويه، جو نادي جو ملوش قد، ماشي حلو يا دخيل، شكرا، باي باي، 3-0 روح. يلا بالحب يا بيل، اقسم بالله، اقسم بالله بيل بالحب يا عم، مش محتاج جون لاين تكنولوجي والكلام الجميل ده، خلاص 3-0 يابا، رايحين الفاينل يا رجاله. عش 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 يعني الشوط الثاني كان مقفل شويه، شويتين ثلاثه كده بس حلو. المهم احنا كسبنا الماتش 3-0، يلا بينا ننتقل الى الفاينل. 3-4-3 ياشين ثاني، يا دي النيله. 3 سنتر باكس ملهمش اي لازمه، ديفيد سيلفا ان فورم، رايت ميد ملوش اي لازمه برده، كانتي تيم مدير، دي بروين كارت غريب، مارسيلو تيم مدير، ايه ده هو ايه كميه تيم مدير، رونالدو تيم مدير، هاري كين تيم مدير، عنده 4 تيم مدير، وصلاح 89 ان فورم. يا لهوي على البيس، يا رب يا جماعه يا رب. طيب يا جماعه احنا بنوصل بنلعب فاينل، بنلعب فاينل ضد تيم جامد بس بيلعب بثلاثه ورا، فدي المفروض تبقى حاجه في مصلحتنا شويه. بس هو عنده 4 تيم اوف ذا يير، وعنده محمد صلاح، وعنده فاول، ايوه هات الفاول حلو. اوه داب، يلا داب، ما دابش ماشي مش مشكله. 1
1-0 يا جماعه، 1-0 ديال لسه 2. عاش 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 عاش. جمله تكتيكيه ما كانش قصدي اديها لبيل اصلا، بس اديت بوز فلاحي وعم الحرامي اللي وقف له جون ده دخلت الحمد لله. يلا بينا يا جماعه. هوبا هوبا بيل هوبا بيل هوبا بيل هوبا بيل هوبا بيل يا جماعه، والله العظيم والله العظيم بالبيل بالبيل بالحب يا يلا يا بيل. ايوه بيل بالحب يا اسطى، والله العظيم والله العظيم بالحب يا اسطى. يلا لا حرام يا لا، ايه ده اوعى كده اوعى يا لا اوعى يا لا. بوم 2-0 يا جماعه، 2-0 حلو في الفاينل، حلو بدايه كويسه الحمد لله، يا رب بس تكمل على خير. ايوه 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 هوبا يلا يلا لا 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 دي قله ادب يا ابني، ده حراق قوي الجون ده، اقسم بالله سخن سبايس. اديله في الداب بقى. 3-0 يا جماعه. ده التامنة، لا واحد مهزأ جدا، اي نعم عنده 4 تيم اوف ذا يير وعنده صلاح 89 انفورم، كارت غريب جدا الصراحه، بس لحد دلوقتي ان صلاح ما لمس الكوره ويا رب يفضل ما يلمس الكوره يعني. ده ايه يابا ايه يابا ايه 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 ده مرق لا لا ده جون ده خلاص ما فيهاش طبعا. طيب الواد ابتدى يسخن، الواد بيداب ماشي، انا كنت اديت له داب الصراحه يعني ماشي، ما اعرفش مارسيلو فتح الفتحه دي ازاي الصراحه يعني، مارسيلو فعلا طار عنده، هو بجد طار يعني. يا جماعه احنا ما يهمناش الكلام الفاضي ده يا جماعه، يا جماعه الرد السريع مين الواد الجامد ده؟ ده الواد موريال، مش هحتفل عادي جدا. ايه جديد يعني ايه جديد يعني، انا مش فاهم انا قلة الادب دي. 4-1 بس تلاقيه حس كده يلا بقى كام باك بقى ريمونتادا بقى هوبا، رحت من رقعه جون على طول، انا البسه الخامس عشان ايه نسكته ونداب ويطلع بره ان شاء الله. يلا عرش دخيا، انت طلعت تعمل ايه الصراحه؟ هو دخيا يا جماعه طالع من نفسه مبدئيا، ما طلعتوش خالص، هو دخيا قرر يطلع من نفسه وقلت هيمسك الكوره، لا هو ما راحش ناحيه الكوره اساسا. الواد ده مش عايز يخسر بسهوله يا جماعه، رونالدو مش طبيعي، رونالدو بجد ما بيقفش، ومارسيلو ده مش فاهم ماله فيه ايه. يا نهار اسود يا دخيا، ايه ده؟ ايه ده ايه ده خيال؟ لا يعني دي ممكن تكون من احلى الصدات اللي شفتها في فيفا لحد دلوقتي الصراحه. ايه دي خيال الحلاوه دي؟ طيب الواد ابتدى يسخن جامد قوي يعني، لازم نرقعه بس جون كده عشان نهديه، عشان نقول له بس يا كابتن ما تنساش نفسك. يا راجل عشان اللي ما حطلوش بالاول الصراحه، يا راجل بقى دي بروين بقى هتخلص الماتش كده، عايزين لطشه من بتوعك. اتخرم يا جماعه، الحرام اتخرم، الحرام اتخرم، وحاجي بيداب حاجي بيداب داب يلا حاجي يلا. ايوه بقايكوا وانت بترشق، ايوه يا رجاله، لا انا عايز اشوف الخرم كده بس كده بعد اذنك يعني. ايوه الخرم، وادي جون ايكون يا جماعه، وادي جون ايكون يعني، دي مش شوطه بالمناسبه، دي اكس عاديه دي بس فيها ار 1 يعني. يا لهوي يا لهوي، ايه الاثنين اللي راحوا في ده يا دول؟ كسبنا الدرافت يا جماعه، كسبنا الدرافت اخيرا الحمد لله، كسبنا الدرافت والله لعبنا حلو الدرافت ده كله، انا فخور بنفسي الصراحه، فخور بالرجاله الشباب بتاعتنا يعني، بالتحديد دخيه برضه، دخيه شالني في ماتشات كتير، رب ريوردز حلوه بقى يعني. ايه القرف؟ ايه القرف ده والله؟ ماشي تعالى يا عم نفتح اول باك. الله ده مش لعيب رير اساسا، انا كسبت درافت يا جماعه وجالي لعيب، جالي باك فيها لعيب مش رير اساسا عادي جدا يعني. جالي شامبرز، يا نهار اسود. طيب انا لعبت درافت كسبت درافت، المفروض الباك دي يجيلي فيها حد المفروض يعني ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. ماشي ماشي إريكسن ايه قصب لا تعليق، لا والله لا تعليق حقيقي لا تعليق، اكسب درافت اطلع ميتين امي فيه في الاخر يجي لي كاسبر شمايكل وايفانوفيتش ورامي، انا حتى ما حصلتش فلوس اللي انا دفعتها. انا وجعان اكل الدرافت ده، ريت تعمل لايك، اعمل لايك بتفرق معانا جدا، وعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد، اشوفكم في درافت جديد ان شاء الله يا جماعه، السلام عليكم.